مرحبا. فوالا نبداو. وي تفضل اخي. دونك فوالا بدا بواحد التقديم. سفيان نصر الله، ديريكتور ديال الايجنسي فينشي فيكوان فاليري. فوالا غالبا الخدمه ديالنا هي نيت في الانترسيكسيون ما بين بيرفورمانس براند ماركتين. دونك بدا بواحد التقديم على شنو، شكون اللي غيقدر يستافد من هذه المساله هذه اللي غندويو عليها اليوم. يقدر يستافد منها اي واحد، اي واحد نيفو، سواء بدا يبراندي البرودوي ديالو او براندي البرودوي، براندي اون مارك ديالو وصل بها انها بدات معروفه. ياك شي واحد باقي في الديبار غيبدا يعرف الفرق بين البرفورمانس ماركتين براند ماركتين، وشنو وكيفاش كيتستعملوا، وشنو الغرض منهم، وعلاش خصهم يداروا بجوج ماشي يدار واحد بوحدو. انه الغلط اللي كيدار عموما هو انه سواء لي سوسيتي او لي بارتيكولي اللي عندهم دي براند اللي كنعرفوهم كيمشيو في وحده فيهم فقط، ما كيجمعوهمش. فوالا دونك نبداو. performance marketing هو الماركتين اللي مبني على direct response، يعني كتكون لونسيتي الادز باش تشوف ريزولتا ايميديا، يعني كتكون باغي اون ريبونس ديريكت في البلاصه، يعني ماشي كتسنى واحد المده باش تبنى اون اوديونس كبيره اللي غتولي معروف عندها وتولي تمشي هي تشري برودوي ديالك وتقلب عليك. البرفورمانس ماركتين كيتعرف بانه اول حاجه كيتبازا على ريزولتا ايميديات، دونك غالبا كيتبازا على لي كي بي اي المعروفين، كونفرجن ريت، الاي او في، كونفرجن ريت، الاي او في، سي بي ام، اللي معروفين عند الدراري عام مثلا اللي كتسمعوا في الدومين. الدراري ديال الاي كوميرس راه كيعرفوا هاد المسائل. فولو كيتبازا على اش في المارشي، الا مشينا قسمنا المارشي دي كليون، دي كاتيجوري دي كليون، غنلقاو ثلاثه ديال لي كاتيجوري تقريبا. كاتيجوري هما لي كليون اللي كاينين في المارشي ولي بروبابيليتي ديال انهم ياخذوا البرودوي ديالك طالعه بزاف، نقدروا نسميوهم الاكزيستن ديماند، لا ديموند، لا دوموند اكزيستانت على البرودوي ديالك، يعني كاين عارفين اشنو باغين، خصك غير انت تبان ليهم. دوزيام هي الاودينس اللي خاصك غير شويه تعلمها وتقدر تبدا تشري من عندك، والاخرين ولا بليبار هي الاودينس اللي ما كتعرفك عليك والو وما عارفاش هي اشنو باغا، وهذه هي الاودينس الكبيره بزاف. علاش؟ لانه اغلب الناس، باش نحطوا بعض النقاط، اننا حنا كوم دي ماركتر او بزاف ديال اللي ديال لي سي اوز ديال لي سوسيتي كيصحاب ان الناس راه عارفين اشنو باغين، مي في الاصل الناس عارفين اشنو ما باغينش، اما اشنو باغين كيكتشفوا مع الوقت اترافير داكشي اللي ما باغينش. دونك وهاد الاودينس هادي هي تقريبا 95% ديال اللي كاينه، وهي اللي عليها لاكيار كامله ما بين البراندز الكبار. الاودينس ديال اللي فيها الهاي بروبابيليتي ديال انهم يشريو برودوي ديالك، اللي نقدروا نقولوا واحد الاودينس اللي هي صغيره بزاف، هذيك هي علاش كيكون لاغير في البيرفورمانس ماركتينغ. دونك كتكون لاغير ديال لاكيزيسيون، ديال لاكيزيسيون ديال لي كليون اترافير فيسبوك، جوجل، يوتيوب، لينكدين، تيك توك، وانت غادي فوالا. لي ميساج ديال البرفورمانس ماركتينغ غالبا ديال كيكونوا على لي برودوي سولفين بروبلمز، ديال كيحلوا هذا المشكل، كيديروا كذا. علاش؟ لانهم ما محتاجش يكون واحد ليديكاسيون كبيره للاودينس، لدرجه انها خصها تفهم انها راه عندها مشكل، فهمتيني؟ دونك خصها تفهم انها راه عندها مشكل وتفهم انك راك انت هو ديك السوليوشن لذاك المشكل اترافير لو طون، كتكون هي ديجا واعيه بالمشكل
عارفة عندها كذا، خصها غير شي واحد يقول لها هذا كيحل هذا المشكل كتاخد. فوالا هذا بالنسبة ل حتى في لي كوتي ميساج ديالو كيكونوا اغريسيف، ما كيكونوش عندهم علاقة غالبا. على العموم ما كتكونش الميساج ديال البرفورمانس ماركتينغ كيكون ديما متجه لنيشان البروبليم والسولوشن، ما كتكونش فيه ستوري. ملي كنقولوا ما كتكونش فيه ستوري يعني ما كتكونش فيه واحد شنو نقولوا ليها، ما كتكونش فيه ستوري، ما كايناش واحد الاسوسيشن، واحد الصله ما بين لي ميساج اللي كيتقالوا او سام فاليوز او بعض القيم اللي كنقدروا نبيعوها اترافير دوك لي ميساج في واحد ستوري. لان الستوري كتخلي دوك القيم يقدروا يبداو يبانوا ويبداو يتطوروا، لان الستوري هي واحد ماشي مساله ستاتيك صافي قلنا اون ستوري. لا ستوري كنديروها باش كيحس داك الكليون انه كي ايفولفي في واحد سبيس تايم، الى بغينا نقولوا واحد سبيس تايم كيتمشى فيه. يعني كي كل ما هو غادي كيحس براسو راه كيقرب من ديك الفاليو اللي انت كتحاول تبيع ليه. دونك التركيز في البرفورمانس ماركتينغ كيكون على البيع ديال البرودوي اكثر ما كتكون على العلاقه اللي غتنشا ما بين الكاستمر والبرودكت اللي غتبيع ليه والفاليوز اللي غيتاسوسيو معاه. فوالا هذا فيما يخص البرفورمانس ماركتينغ. الكي بي ايز ديالو تقريبا غالبا وغالبا هما الناس اللي كيمشيو ليهم عموما في كوتي ادز اللي كنعرفوهم، كونفرجن ريت، اي او في، كوست بر اكويزيشن، كوست بر ليد، على حسب الجول. يعني على حسب الجول، ماشي ديما يكون لاشا، على حسب الجول ديال الناس. يقدر يكون سبسكريبشن، يقدر يكون ليد. فوالا فيما يخص البراند ماركتينغ، البراند ماركتينغ باش كيتميز انه ما كيكونش التارجت ديالها هو الكاستمر اللي كاين دابا اللي البروبابيليتي ديالو انه يشري طالعه. لا كتركز على الفيوتشر ديماند، على الدوموند فيوتشر، هادوك اللي غيجيو من هنا لقدام. دونك كتحاول تبني اودينس من هنا لقدام، كتحاول تضمن الفيوتشر. واحد النقطه نسيتها في البرفورمانس ماركتينغ، برفورمانس ماركتينغ ديما اسوسي مع واحد المساله كتسمى السيلز اكتيفيشن. يعني كتاكتيفي السيلز، الغرض من البرفورمانس ماركتينغ غالبا هو تجيب السيلز وتضمن واحد الكاش فلو. داير في البراند ماركتين لارك انت كتخرج الكاش سو وما كت ولا الريزولتا ما كتبانش في ايميديات و ما كتبانش ايميديات، وكتكون الريزولتا لو ريزولتا ديال هذاك كتكون صعيبه تقاس، يعني هارد تو ميجر، صعيبه تقاس بزاف. علاش؟ لان الكي بي ايز ديالهم ديال البراند ماركتين، KPIs عندهم علاقة بالشير اوف ماركت، عندهم علاقة بالمنتال افيلابيليتي. المنتال افيلابيليتي هو كنقولوا واش بنادم اللي كيبغي يشري كيتفكرك انت وكيمشي يشري، واش كتكون كتجي في باله. عنده علاقة بالريتش، شحال قصتي ديال الناس، شحال مرة قصتيهم باش يتفكروك. عندها علاقة بلي ميساج ديالك، لي ميساج ديالك يعني كتكون الميساج واش كيقدروا يتفكروا الميساج ديالك. وهنا كندويو على كيتسمى واحد كاين واحد الكي بي اي كتسمى الاد ريكول. الاد ريكول الغرض منه شنو هو؟ كتكون فيه باش كيدار بعدا باش كتضمنو، هو انه كتكون كرياتيف في لي زادس ديالك ولي ميساج اسوسي اون فالور ولا الكوميونيتي ولا بزاف ديال الحوايج باش تقدر تضمن داك الناس. الاد ريكول صعيب يتقاس، ولكن باش تقيسو خصك تكون ديما كدير واحد المساله ديما، يعني كونسيستامون كتكون كدير ديك المساله. فوالا دونك هذا فيما يخص البراند ماركتين. المشكل اللي كاين
هو انه اغلب الناس سواء اللي كيديروا سواء دروب شيبين اي كوميرس براندز سوسيتي كبار، كيف تعرضوا واحد الافتراض هو انه مجرد الكليان شري عنده مره وجوج راه ولا كليان ديالو ولا كليان وفي ليه. هذه المساله هذه راه اكبر سوء فهم كاين في المارشي. علاش؟ لان لي كليون هاد المساله انت اللي كتشوف، انت كتشوف غير الداتا اللي كتشوف، انت كتبان لك شرا من عندك مره وجوج، ما كتشوفش واش شرا من عند الاخرين. دونك انت في المساله ديالك كتشوف غير داك الشيء اللي وصلك، حيت انت ما عندكش لاكسي للداتا ديال لي كليون لي كونكورون ديالك. اما لي كونسوماتور في الحقيقه راه كيشري عندك وكيشري عند الاخرين، ما كيعرفش هاد الشيء. فوالا ديرب ما كيعرفش المساله ديال انه لا راه انا وفي لي كيشري عندك وكيجرب لي كليون اخرين، كيجي برودوي جديد في المارشي كيمشي يجربو. غتلقى مثلا راه كيشري بيمو، الشركه ديال بيمو كتعرف راسها انها راه كيشري عند الناس بيموات ديولها، ولكن كتخرج ماركه جديده كتلقى مشى يجرب ديك الماركه الجديده، مشى يجرب برودوي، مشى يجربو كيذوقو كيبان ليه الفرق. راه كاين صا داك البرودوي اللي بحالو عندك في لاغام ديالك في بيمو مثلا، وهكذا. دونك هاد المساله راه الكاستمر ديالك راه هما الكاستمر ديال الاخرين، ما كايناش كاستمر ديالي وكاستمر ديال الاخرين، ما مقسمينش المارشي لهاد الدوغرين نتوما. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه في البراند ماركتين او في البرفورمانس ماركتين بجوج كتوقع واحد المساله في شكل شنو هي، وان الناس انهم مثلا بداو في البرفورمانس ماركتين باش ما نتشتوش. في البرفورمانس ماركتين الناس اش كيقولوا؟ كيقول لك انا نجيب لي كليون ديولي، نخلص الادز نجيب لي كليون ايميديات، وهنا ضامن عندي انني عندي دي كليون. ولكن في البرفورمانس ماركتين المشكل اللي وقع فيه هو انك كتضمن الشورت تيرم ولكن على حساب الفيوتشر جروث، على حساب اشنو غتجيب من بعد، على حساب النمو ديالك فيتشر. علاش؟ لانه ما كاين لا ناتور دي ميساج عندهم علاقه غير بشري دابا. كتضمن غير الكاش فلو، كتضمن الكاش فلو ديالك انك باش تحرك، وهذه مساله مزيانه باش الا كنتي في المساله في الديبار يلا بادي ما ديرش البلان اللي كيديروا بزاف ديال الناس. هي اش كيقول لك انا باغي نبدا براند، غنبدا بالبراندين، غنبدا براند ماركتين. لا، لي سوسيتي اللي بداو ووصلوا لهذاك النيفو الكبير اللي كتشوف فيهم ولاو قادرين يصرفوا فلوس كثار، راه بداو بالبرفورمانس، كانوا كيضمنوا اكبر عدد ديال لي كليون. علاش؟ باش يكون عندهم الكاش فلو، هادي الكاش فلو في الاول. ثانيه باش يكون عندهم كيفاش الفلوس باش يحسنوا البرودوي، يقدروا يزيدوا ديبارتمون ديال ريسيرش اند ديفلوبمنت وزيد وزيد. هاد المسائل هادو ما كنتيش غتجيبهم الا ما كانوش عندك واحد العدد ديال لي كليون بديتي كتجيبهم بالبرفورمانس ماركت. المشكل اللي كيوقع هو انهم ملي كيضمنوا هاد المساله هادي كيدوبليو البيودجي ديال البرفورمانس ماركتين، كينيجليجيو البراند ماركتين. اشنو كيوقع؟ كيوقع انهم الكوست كيبدا يطلع، لانه كاع الشانل اللي كانوا داكيزيسيون اللي كاينين عندهم واحد فيهم اللي كاينين دابا سواء فيسبوك سناب شات تيك توك اللي قلتي اللي جاك على بالك قولوا هو هذاك، فيهم مشكل واحد. شنو هو؟ في واحد الظاهره كتسمى ديمينيشن ريتيرنز. ديمينيشن ريتيرنز شنو هو؟ هو انه كل ما طلع السباند ديالك غتوصل لواحد الدوغري غيطلع الكوست، واي كتولي طايح في الاوفر سباندين، يعني كتسباندي والعدد اللي كنتي كتجيب مثلا افترضوا كنتي كتسباندي واحد العدد اكس كتجيب به 120 كوموند، الا دوبليتي البيدجي راه ما غتجيبش 240 كوموند، غتقدر تجيب 90، وفوق 90 اي بيوجي زدتيه غير باش طيح في كونسوماتور واحد زيد خاصك تجي خاصك كيتقام عليك اكثر بزاف بزاف. هاد المساله هادي الديمينيشن ريتشر مشكله في كاع لي بلاتفورم، يعني
والحل ديالها صعيب، ما ساهل الحل ديالها. اوبتيميزاسيون ديال لي كومبين واحد دوغري، واحد دوغري خيالي. خصك تبدا تشوف سبيند اش من بوان نيت، واحد البوان اللي الى زدتي البيوتجي كيولي كونسوماتور باش تجيب الاخر اللي جاي كونسوماتور جديد غيتقام عليك بزاف. دونك كضمن انني نجيب هذا العدد الناس بهذه القيمه وندير شي حاجه، ندير شي حل اخر. هاد المساله هادي دونك كتولي في البرفورمانس ماركتين. انت غامرتي بالفيتشر، وليتي غطيح في الخساره لان كاع الكوست بر اكويزيشن اللي جايين من بعد، حيت ساليتي دوك لي كليون رخاص اللي كان البروبابيليتي ديالهم انهم يشريو دغيا، كيسميوهم في الماركتين الايرلي ادابترز، يعني اللي الناس اللي ادابطاو اللي تبناو البرودوي ديالك في الديبار. هادوك فيسبوك كيعطيهم ليك، جوجل كيعطيهم ليك في الديبار خاص، وكي مع الوقت راه غتوصل الناس اللي صعيب انه يتكونفيرتا، صعيب انه يشري، البروبابيليتي ديال انه يشري قل. سو كدير مجهود باش انك تجيبو، باش فيسبوك انه يجيبو لك كيولي يتقام غالي. ملي كيولي يتقام غالي كيهبط كتهبط الروتاسيون ديال الشراء ديال المبيعات. ملي كتهبط الروتاسيون ديال المبيعات يعني ان الكونفيرجن ريت بدات كطيح، الكوست كيولي كيتقام غالي. هذا الديتاي كامل دونك كتولي ضامن، وين مزيان ضامن الكاش فلو، ولكن ماشي الون تيرم. ضامن الكاش فلو لواحد المرحله اللي غيولي الكوست بر اكويزيشن عندك لا يحتمل، خصك تلقى شي حل لراسك. فوالا المساله الثانيه اللي هي البراند ماركتينغ. براند ماركتينغ اغلب الناس كيفاش كيبداو في براند ماركتينغ، كيبداو كيقول لك انا باغي ندير براند، كيبدا يصرف البيوتجي اللي عنده باش انه يتعرف، على اساس انه الا تعرف راه غيشريو من عنده. وهذا الغلط. علاش؟ لاننا في البراند ماركتينغ الشركات اللي كتعرف اديداس نايك كاع اللي كتعرفهم كانوا في الاول مركزين على يجيبوا دي كليون، ومركزينش على انهم يتعرفوا. كاين بيوتجي كيقسموا البيوتجي عموم، لانه ديبار كيكون القدر الكبير ديال البيوتجي غادي للسيلز اكتيفيشن ولا بيرفورمانس، ماشي باش يتعرف، ولكن كيكون داير بيوتجي ديال انه يتعرف. لهذا اغلب الناس كيشوف البراند من الفاز اللي وصلت ليها، ماشي الفاز فاش بدات. دونك الريزونمون ديالو بادي كما كنقدروا نقولوا شاد المساله من الديل ديالها، ملي وصلت راه ماشي تما كيفاش غادا الامور. الامور شوفها كيفاش بدات ماشي كيفاش سالات. هادوك راه وصلوا ولا عندهم واحد البيوجي اللي يقدر يخلص وما محتاجش، ولا معروف، ولا عنده واحد لي كليون اللي كيضمن بهم الكاش فلو ديالو، كيقدر يبدا يبني بهم الفيتشر ديالو على خاطر. فوالا. من ناحيه لي ميساج ديال البرفورمانس ماركتين والايميل ماركتين والبراند ماركتين، غالبا لي ميساج اللي كيكونوا في الكرياتيف ديال البرفورمانس ماركتين كيكونوا راشنال، يعني راسيونيل. علاش؟ لانه محتاج تقول ليه ها علاش خصك تاخذ البرودوي ديالي، علاش هنا كتكون راسيونيل. هاد علاش هادي الجواب عليها كيكون راسيونيل. العكس في البراند ماركتين، براند ماركتين كيكون لا بلوبار ديال الميساج كيكون ايموشنيل، وكيكون كيدور على فالور وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه. كل ما كثرتي لي فالور لي اسوسي مع الميساج، الناس كيلوحوا الميساج كامل. بحال كتشارجي لو كليون فوق القياس، كتعطيه واحد يعني غالبا كيتسمى اللي كيعرف البراندين راه غيعرف بروبوزيشن فاليو، يعني لا فالور اللي كتبيع كتكون غير وحده فقط. نفترضوا مثلا نايكي، لا فالور اللي كتبيع هي لا بيرفورمانس براسها،
فهمتيني فوالا، مشيو الكوكا اللي كتبيع هي اسوسيال لا فامي، بيبسي لا فالور اللي كتبيع اسوسيال السبور، دونك كل وحده خدات كوميونيتيز، هذوك واخدين كوميونيتيز از ا بروبوزيشن فاليو، دونك دوك كاع دوك لي فالور اللي كيدوروا على ديك الكوميونيتي، انجوي الجلسه كذا كذا، المسائل كيكون هما الميساج ديالهم في سميتو في الكرياتيف ديالهم. فوالا. المسألة الأخرى اللي كيوقعوا فيها الناس في البراند ماركتينغ هي شنو؟ هو أنه فاش كيكون كيبداو يدوزوا للبراند ماركتينغ، يعني وصلوا لذاك النيفو لأنه قادر يبدا يخرج بيوتجي باش يبدا يتعرف وكذا وكذا، اغلب هاد الناس اش كيديروا؟ كيوقعوا في واحد المشكل، هو انه كيركز مع الكونكورون ديالو ديريكت، الكونكورون ديالو ديريكت اللي هو اللي كيتناطح معاه في المارشي، اللي كيحس بيه قدو كيتناطح معاه في المارشي. هاد المسألة هادي كطيح في واحد البروبليم كبير، هو اش؟ هو انهم كيبداو يكوبي في بعضياتهم، حاضرين بعضياتهم، والمارشي موراهم راه خدامين فيه للصغار، الصغار كيبداو ياخدوا لا بار دو مارشي شوية بشوية. نفترضوا انت واخد 45% لا بار دو مارشي غير بوحدك، الباقي مقسمين الاخرين، داك الدوزيام واخد واحد لا مارج لي معتبرة، انت دير بالك مع داك الدوزيام، حاضيه وحاضيك وغادا. الصغار كيبداو يكبروا من تحت، كتولي لا صوم اللي واخدين الصغار كبر من لا صوم اللي انت واخد، كتلقاهم هما اللي واخدين ديك 55% لا بار دو مارشي عليك انت، انت عندك غير 45%، كتقول لنا 45% ضامنها بوحدي، ولكن اش كيطرى؟ كيطرى الغلط اللي دوينا عليه قبل، هو انهم كيبداو يقللوا من البيجي ديال البراند ماركتين وكيدوزوا للبرفورمانس ماركتين. اش كيطرى؟ الاخرين كيبداو يجيو ويا. الو كتسمع الصوت اسامه؟ وي سفيان دابا كنسمعك. وي صافي كود، صاحبتو مشى. اوكي، دونك اللي كيوقع هو انهم في ديك الحاله شنو كيوقع؟ كيقللوا من البيدجي ديال البراند ماركتين وكيدوزوا للبرفورمانس ماركتين. في هذه الحاله هذه كيولي الصغار كيبداو ياكلوا من المارشي، والاخر كتبدا تقل النسبه ديال ان بنادم يتفكروا باش يشريه، دونك كيوليو الاخرين الا بداو يزيدوا غير شويه سبيند في البراند ماركتين كيولي ياخذوا لا بار دو مارشي الاخر اللي كبير، وكتبدا تقل لا بار دو مارشي مع الوقت. فوالا. نجيو لواحد السمات ديال البرفورمانس ماركتين، البرفورمانس ماركتين غالبا رخص من البراند ماركتين وتارجيتد، يعني كيبان الادز مثلا غير البوتنشال كاستمر ديالك ومجربو، كيبانوا لك اشنو خدام وشنو ما خدامش في الريل تايم. جود. بالنسبه للبراند ماركتين هو العكس، غالي ماشي تارجيتد حتى في الميساج ديالو، لانه ما كدويش مع لي كليون اللي ناويين يشريو دابا، ما كتحاول تبني لي كليون فيتشر، او ماشي مجربو واحد الدوغري، ماشي يعني كتقدر تعرف اشنو خدام وشنو ما خدامش في لو طون، لانك كتحاول تبني من هنا لقدام، فوالا كتحاول تشوف واش وصل لو ميساج ديالك، واش شافوا الناس الميساج ديالك كاملين، واش قدرتي دير داك الميساج اللي يقدر الناس يدويو عليه ويبارطاجيوه ويشيريوه. كاين واحد الكونسيبت حتى في كنقولوا مثلا الورد اوف ماوت، الورد اوف ماوت يعني الباز ووردز، يعني كنبداو يبداو يدويو لك. كاين حتى في الويب كاين الاي ووم، الاي ووم هي الالكترونيك وورد اوف ماوت، الاي ووم هي الالكترونيك وورد اوف ماوت، كندويو على انه واش يقدر يبارطاجيك في الويب، يبدا يدوي مع الناس، يبداو عليك في بارطاجيك في لي ميساج، يصيدوزك للناس اللي كيعرف في الواتساب وهكذا. فوالا. دونك فاش غنبغيو تخدم مثلا
البراند ماركتينغ شنو كيكون التركيز في الاصل؟ كيكون التركيز هو انك ما تبيعش، دونت سيل سبيسيفيك برودكت، ما تبيعش برودوي سبيسيفيك. لكن عوض دير هادشي تيل ستوري، جيف ناراتيف للناس اللي تقدروا يتبناوها، ويكون البرودوي ديالك هو جزء منها، يعني كيحس بانه الى انتيغرا في ديك الناراتيف افيك لو برودوي ديالك، كيحس براسو انه كي ايفولفي مثلا سوسيالمون، كيحس براسو انه كي كينتمي لواحد الكوميونيتي وهكذا. الغرض الثالث هو انه قيس اغلب الناس، والارت ديالك يكون ديزاين تو بي توكت اباوت اند شيرد. الغرض ديالو انه يكون مصمم انه الناس يدويو عليه ويبارطاجيوه. باش كنقولوا يدويو عليه ويبارطاجيوه، ماشي بالباد بوز وهادشي، لا، عارفة انه ديما البراند ديالك راه اسوسيي لواحد لا فالور. شوف كيفاش ديك لا فالور تقدر ديفيوزيها للناس، وكيفاش يقدروا الميساج يكون كرياتيف للدوغري ديال انه يدويو عليه ويبارطاجيوه. هنا كتكون واحد دوغري ديال الكرياتيفيتي طالع. دونك هذا هو شنو كيكون في الارتس ديال البراند ماركت. المساله الثانيه هو انه ربع المرات الويكنسز ديالك في الدومين، ممكن الويكنسز ديالك از ا براند هما القوه الخفيه ديالك. علاش؟ لانه ماشي كاع الناس باغيين يكونوا باغي قادرين يشريو ابل مثلا، راه هواوي او كذا او كذا او كذا. كنضرب الامثله بلي مارك غير بالتقريب الفهم، انني ما بغيتش ان نكون كندوي مغرد في السماء بوحدي. دونك الناس ما باغينش هاي بيرفورمانس موبايل، الناس باغي موبايل لي فليت زوين، بيرفورمانس ديالو مزيانه ليا بالنسبه لي وكذا وكذا. دونك هذا راه بحد ذاته و افوردابل في البرايس ديالو مثلا، هذا راه التوش لاماس. دونك انت راه ماشي بالضروره تناطح مع ابل باش تكون واعر، باش تاخذ اون بار دو مارشي. يكفي انك تعرف تبيع هاد لو ميساج للناس اسوسيي لواحد لا فالور راه غتبيع. دونك ما ديرش راسك راس ابل وراس سامسونج مثلا، حيت هادوك يقدروا لاعبين على واحد الناس اللي كيشريو كذا، او لاعبين على ان الناس شنو يديروا، يوليو يتخلاو على البورطابلات ديالهم القديمه باش يبدا يحس براسو كيطلع ستاتيو ديالو سوسيال. وهذا الشيء واقع مع ابل مثلا وناجحه فيه، باش ما نكذبوش على ريوسنا. فوالا المساله. دابا ندوزو للفريم ورك ديال، نحاول ندوز للفريم ورك ديال الادز ديال البراندين. كيفاش كيكون؟ غالبا كتكون الفريم ورك على هذا الشكل، كيكون فيديو. غالبا كتبدا بفيديوهات، لان فيديو قادر يقول ستوري اكثر من ايماج، قادر يكون الاستوار اكثر من ايماج، قادر يعاود لينا لواحد يبني ناراتيف اكثر من الايماج. سو كيكون فيديو غالبا ديال 30 سكوند، كيدوي كيكون بازي على الايموشنز. فاش كندوي على الايموشنز ما كندويش على الايموشنز رومانتيكلي، كندوي على الايموشنز يعني اسوسيي واحد لا فالور البرودوي ديالك دون مانيير اللي غتخلي الناس كيحس براسو انه الا شرى البورطابل ديالك او شرى الماركه ديالك او جرب البرودوي ديالك راه غيدوز في نفس التجربه ديال انه بحال هذاك اللي شافوه في الفيديو مثلا. يعني كتخليه واحد سيمولاسيون مونطال، كيدير واحد سيمولاسيون مونطال ديال انه الا شرى البرودوي ديالك راه غيدوز في نفس التجربه وغيكون عنده نفس الشعور. يعني بحال كتبيع لي حتى الريزلتس اللي جايه ماشي البرودوي فقط. فوالا هذه كتحاول ديرها اون ماس لدوغري ديال انه كتحاول تريتشي الناس بزاف، تحاول الميساج يكون كرياتيف فيها وديفيرون
عليه الكونكورون ديالك. فوالا، كتحاول تقدر دير اغلب الاكسبيرينسز اللي غيطيحوا فيهم الناس اللي غيجربوا البرودوي ديالك. وكاين واحد المثال ديما كنضرب به المثال بزاف، هو المثال ديال جو برو. جو برو از ا برودكت، ماشي برودوي اللي غدير به حاجه وحده، غدير به بزاف ديال الحوايج. دونك انت الا قدرتي تفكر في كاع الاكسبيرينسز وتجسدهم واحد الادز للناس، حتى هذاك اللي ما كانش طاح ليه يستعمل جو برو في ديك الحاله، انت غطيحها ليه في باله وغتوري الاكسبيرينس انه الا جربها في ديك الحاله. مثلا تقدر، اغلب الناس مثلا كيقول جو برو نديرو غير العمان او نديرو تحت الماء ولا نديرو في باراشوت، تقدر تطيح لانه يكون في بيكالا، يكون في هادي. دونك دوك الكيسز، كل ما الارت ديالك كان غيش بالكيسز والاكزامبلز اللي يقدر تستعمل فيه البرودوي وإلوستري الاكسبيريونس اللي غيدوز فيها لو كليون، كل ما تقدر يتوشي ناس كثر ناس كثر. ومع فيسبوك غينفعك هذه المسألة، لأن فيسبوك قادر مثلا، لا فيسبوك لا تيك توك بجوج قادرين يكابطيو التارجيتين غير من الكرياتيف. يعني فاش كتخدم برود راه ماشي كتخدم برود برود، نو راه خدام بالهيستوريكال ديتا ديالك اللي هو اللي كان في البيكسل ديالك، وخدام حتى بالتارجيتين اللي كاين في الكرياتيف. يقدر يدير استيماسيون ديال لاج، ديال لاج، ديال الهابيتس، ديال مثلا فلان اللي دايرو، انت راكب بيكالا، راه هادي داير سكيت بورد كذا كذا. يقدر يستيمي لاج، الكولور، جندر، ما بين الجندر غي استيمي دغيا، كيعرفوا انه فام ولا ام، كيعرفوا بلاك وايت، كوكيجن، ايجن، وهكذا. دونك هاد المساله هادي، انت كل ما نوعتي الناس اللي مثلا نمشيو نحيدو من جو برو، نفترضوا انت عندك شي برودوي كوزميتيك، ما تحاولش دير لينا غير لي فام بايدين او ليش شعرهم كحل او ليش شعرهم مثلا براون. ما تمشي دير لينا البلاك وومن، دير البرونات كذا كذا. علاش؟ باش فيسبوك يستيمي هاد الشيء، وكيقدر يبدا يطلع الاتس ديالك للاخرين، لهاد الناس هادو. فاش كنقول كيطلع الناس لهاد الناس هادو سواء في البرفورمانس ماركتينغ سواء في البراند ماركتينغ، لانه بجوجهم كتكون انت معول على فيسبوك، معول على الالغوريثم ديال ديك البلاتفورم اللي تخدم عليها دير الديليفري. دوزيام ايتاب، كنبداو نديرو الشورت ستوريز، بحال اش كنديرو دوك لي كا اللي جبدنا ودوك هادو، كنحاولو نوسعوهم ونردوهم ستوريز، ونقسمو داك الادس اللي كان الفوق نردوه ستوري كبيره في واحد الكيس وحده. يعني كل كيس وحده كتكون ستوري، باش كيولي بحال كنقيسو هادوك الناس اكثر، كنحاولو ندخلو معاهم في التجربه ديالهم هما بريوسهم. الا قلنا مثلا جو برو ولا هذا، مثلا الناس ديال لي باراشوت غيدار لهم فيديو بوحدهم، من بعد الناس ديال سكيت بورد ولا الناس ديال كذا ولا الناس ديال كذا غيدار لهم فيديو بوحدهم، ما يبقاوش كلهم توشي بار ان سول فيديو. لا، كل واحد كتكون التجربه ديالو مور اميرسيف في لوك. فوالا، دابا غندوي على علاش الانترسيكسيون بيناتهم افضل، ولكن غندير واحد ديسكليمر هنا، واحد النقطه اللي هي انه راه تجمعهم بجوج، ولكن الطريقه باش غتجمعهم الديبون على اش من ستيج البيزنس ديالك فيه. كنتي في الديبار يلاه بادي يو جو مور فور بيرفورمانس ماركتين في البيجي ديالك، وكتخلي واحد البيجي للبراند ماركتين صغير، لانك انت محتاج الكاش فلو اكثر ما محتاج تعرف انه الى متي. لانه باش كيموت البيزنس هو اوت اوف كاش، ملي كما يبقاش عندك الكاش. سو ملي كتموت، الى مات لك البيزنس ديالك وليتي اوت اوف كاش، او خا تعرف ما عندك، ما تصور ما عندك حتى باش ديماري. فوالا، سو الى قلنا هاد المساله تجمعهم، راه ماشي تجمعهم بطريقه ديال 50 50 ولا كذا، لا،
على حسب الستيج اللي انت فيه وشنو كيتطلب. لهذا كاين واحد لومو زوين اسم واحد ديال واحد الاكسبير ماركتين سميتو لي بينات، كيقول لك جو لون اند شورت. جو لون اند شورت يعني سيل لعب على هادوك اللي كيلعبوا على لون تيرم، ولعب على الشورتس حتى هما. الشورتس اللي هما البرفورمانس ماركتين، واللون هما البراند ماركتين. سو كيفاش غدير ليها؟ الادز ديالك غيكون سيلز فوكست، يعني بازي البيع، او ميم طون ما غتزقلش انك تاسوسي مع البراند ديالك واحد الايموشن. هاد الايموشن كيتحدد فاش كتكون باغي تبني البراند ديالك، كتحدد انت شكون، كيفاش بغيتي تكون، كيفاش بغيتي تكون هاد الاودينس ديالك، وكتقدر تصححو كتوبتيميز افيك لو طون مع الفيدباك ديال الكليون، مع الفيدباك ديال المارشي. ملي كنقولو كليون كنقولو مارشي، مع الفيدباك ديال المارشي ديالك. فوالا. المسألة الثانية، كنتي في the first في the first stage of business ديالك، you need to focus more على driving sales، جيب مبيعات في الربع الأول ديال الحياة ديال البيزنس ديالك، وما تمشيش for long term بلا ما تانفيستي في الايموشن، في ايموشنال براند بيلدينغ ادفرتايزينغ. فوالا. سو شنو اللي ما ديرش؟ ما تسبنديش كاع البيوجي ديالك على سيلز اكتيفيشن. علاش؟ ملي كنقولو سيلز اكتيفيشن كنقولو البرفورمانس ماركتينغ، لانه كيمنعك من انك تكبر الون تير، لانه غتولي تبدا تجيب المبيعات، غيوصل البيوجي وغتوصل الكوست بر اكويزيشن لواحد الدوغري اللي انسيبورتابل، غيولي يبدا ياكلك، يبدا غتولي كاع داكشي اللي ربحتيه اللي هي الظاهره اللي شرحت قبيله كتسوى الديمينيشن ريتيرنز. اش كنقولوا الريتيرنز؟ الريتيرنز اللي هما جوج حوايج، كنقدروا نلخصوا الريتيرنز جوج حوايج، هما الاي او في، الاي او في و والكونفرجن، الكونفرجن ريت اللي هما اللي فاش كتجي تحسب في الرواس، اللي ديك ار ديال الرواس في الاول راه فيها غير هاد جوج حوايج، فالاي او في والكونفرجن ريت. وان دوك الريتيرنز ديالك كيولي الرباح فيهم قليل، كيبدا يقل حتى كيولي انسيبورتابل بسبب هاد الظاهره هادي. سو خلي واحد البيوتجي، لان دوك الناس اللي ما غيشريش اليوم ما غيشريش غدا ما غيشريش السيمانه الجايه، ولكن كيعرفك، يقدر يدوي لك ماشي يدوي لك، كيقول لي مروح، يقدر شي واحد غير جا في الديسكوسيون يقدر يجبدك. هذا في ذا فيرست ستيج. المساله الثانيه اللي تقدر دير، غدوي ماشي مع الاكزيستين كاستمرز. ملي كنقولوا الاكزيستين كاستمرز ماشي الكاستمرز اللي في جيبك، هما الكاستمرز اللي الهاي بروبابيليتي ديالهم انهم يشريو من عندك طالعه. باش ما بنادم ما يفهمش غلط، ما يسحبش هما انهم هذوك ديجا اللي شراو عنده. غدوي مع كاع الناس اللي بوتنشلي انه يقدر يشري من عندك، وخا يكون البوتنسيال صغير، انه كل ما وصلتي لدوك الناس وعرفوك the more effective غيولي الادز ديالك. سو حاول توصل ل 80% الريتش ديالك، ل 80% ديال التارجت اودينس ديالك مره ولا جوج في الكامبين، جوج ولا ثلاثه المرات بار كامبين، وما تحبش راسك في الاودينس ديالك اللي هما الاكزيستين كاستمرز ديالك، اللي هما هادوك اللي غيشريو عندك فقط غير دابا. المساله الثالثه اللي هي غندخلوا في واحد المساله اللي كتسمى الميكس ماركتين. الميكس ماركتين هو انك دير بلوزير شانيل داكيزيسيون. علاش؟ لان كل شانيل كتناسبها واحد ديف واحد تايب ديال الميساج ديال. دونك الا جيت نشرحها بواحد واحد اش نقول لها واحد تشبيه، هو انه ما تدخلش عند الناس في تويتر بالطريقه اللي كتدخل بها في فيسبوك، ان كل بلاتفورم عند الناس ديالهم مولفين واحد لي كاتيجوري ديال الميساج. وغندوي على الميساج هنا من جوج نواحي، الميساج من حيث
المحتوى ديالو وحتى من حيث الشكل ديالو. يعني كندوي على الشكل ديال يعني الفورما، كندوي على الفورما، ما غاديش على الفورما 9 و16 وهادشي، لا كندوي على الفورما ديال كيفاش داير، كيفاش مبني الادس من الداخل، الستريكشور ديال الادس من الداخل. هنا خصك تكون نيتيف لكل بلاتفورم، يعني تكون انت كتحاول تاسيميلي دوك تاسيميلي كيفاش كيكونوا دوك كيفاش كيتفرجوا الناس دوك الفيديوهات في ديك البلاتفورم، شنو الكونتينو اللي كيكونسومي في ديك البلاتفورم. دونك باش يكون كل ميساج، فما تجيش باش نشرحوها مزيان، ما تجيش العرس بحوايج العزو. دونك ما تكونش داخل شي بلاتفورم بشي ستيل اللي هو ديال بلاتفورم اخرى، لانه غيبان ماشي غيبان لان الناس كتاناليزي، غيبان لان الناس ما مولفاهش في الفيد ديالها. فوالا، دونك كتحاول تقسم البيجي ديالك لواحد الطريقه على بليزيور شانيل اللي كيكونوا فيها لي كونسوماتور ديالك. فوالا، انه بعض المرات راه يقدر، وبعض المرات يقدروا الكونسوماتور ديالك يكونوا في كاملين، ولكن غتحاول تركز على فين كيكونوا اكثر، الكبار اللي فيهم اكبر نسبه ديال الاودينس ديالك، اللي هي الاودينس بوتنشال اودينس، كندوي اللي سواء البوتنسيال ديالنا هذا الشري كبير او صغير. وعاوتاني كاينه مساله اخرى، هو انه فاش كنديفيرونسيو لي كانو داكيزيسيون لي كانو ديال اللي غدير فيهم الانس، راه كنديفيرونسيوهم ماشي غير على لاننا باغي نجيبو المبيعات او كذا، لا، تقدر كل كانال دير فيها اوبجيكتيف، هادي تعرف بيها وهادي يدوز فيها البيع والشراء، وهادي هي داك البريدج ما بيناتهم. هذا محتاج اناليز، محتاج خدمه، مي راه خدام وبتجربه. فوالا، كتحاول كل كانو داكيزيسيون تشوف اشنا هو الاوبجيكتيف اللي يليق معاه البراند ديالك او البرودوي ديالك، على حساب الستيج اللي انت فيه في البيزنس. ديما كنعاود هاد التقييد هذا باش ما يمشيش بنادم يابليكي هادشي هكا حرفيا، لانه هادشي كتحتاج تعرف راسك انت فين بعدا عاد تبدا دير هاد المسائل هادو. المساله الثالثه هي دوي شويه باش تكومونيكي اكثر، يعني سيلس تو كومونيكيت مور، حاول ما تقولش بزاف. علاش؟ باش تبقى فوكس على داك لي ميساج اللي باغي تقوله فقط، باش ما تبداش انتيغري دي ميساج اللي غيشتو التركيز على الميساج الاساسي اللي باغي تبيع، اللي هو الحامل البروبوزيشن فاليو ديالك، اللي كيفاش كتاسوسي البرودوي ديالك مع الفاليوز، مع الكوميونيتيز، مع بزاف ديال المسائل. سو حاول ما ديرش هذا، كل ما تزاد ميساج كتقل لا بروبابيليتي ديال انه يفهم الميساج ديالك اكثر، انه كل ما ركزتي مع واحد كيوصل ليه واحد الميساج. حاولتي تبيع واحد اترافير الاخر، وليتي كتبيع دو ميساج، كدير كونفيو، كتولي الكاستمر ديالك كيطيح فواحد الكونفيوجن، يعرفكش انت معامل باغي تبيع ليا هذا ولا باغي تبيع ليا هذا الميساج، واخا هو راه ما كيعرفكش واش كتبيع، كيعرفك كتكومونيكي معاه في ديك الحاله لانه كيدوز هادشي انكونسيامون. المساله الرابعه هي انه تحاول تكون ديفرنت في الميساج ديالك بطريقه اللي تخليك مختلف على لا كونكورونس ديالك. دونك تحاول تلقى سام كرييتيف ويز انك باش تبين البرودوي ديالك والسيرفيس ديالك، وتاليني مع الفاليوز اللي باغي تبيع. مسألة خامسة هي انك خصك تحاول وانت كتبيع تحاول تشهر، باش تحاول تشهر نقدر نقول لك خصك تركز على ثلاثة ديال الحوايج. اليونيكنس، انك تكون كتبان متفرد، الكرياتيفيتي والريتش، ثلاثه ديال الحوايج اللي غيضمنوا لك الفيم باش توصل انك بديتي تشهر. يعني خصك تكون يونيك، كرياتيف، وتوصل لعدد ديال الناس كثر. انا ولكتي يونيك وماشي كرياتيف، واخا وصلتي لعدد ديال الناس كبر،
ما يقدرش يكون داك الشير ديال الشير وانك تلصق لهم في الدماغ ديالهم دغيا. الا كنتي يونيك وكرييتيف وما وصلتيش لعدد ديال الناس، راك قللتي البوتونسيال ديال الناس اللي غيعرفوك. وهكذا كل ما حيتي شي فاريابل من هاد الثلاثه هادو راك ما غتوصلش لهذوك الناس اللي باغي توصل ليهم. فوالا، الا كان شي سؤال شي حاجه ما مفهوماش نقدروا نديفلوبيوها اطرافي لي كاستيون، من الافضل انني باش نعرف الفيدباك ديال الناس ونقدر نجاوب من الاخر. سي بدر مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. عمر بخير الدراري. بدر الحمد لله، كي داير بدر؟ بخير مزيان الحمد لله، والله الا بخير. الله يحفظك الله يبارك فيك. شكرا الدراري على هذا الانيسياتيف تاع بعدا. مرحبا وتبارك الله عليك اخويا سفيان، استفدنا من عندك. الله يحفظك بابا. الله يحفظك بابا. عندي اخويا دي كيسيون قلال، بويسكو دويتي في واحد البارتي على واحد لي برودوي كوزميتيك وداكشي. دونك لي كيسيون اللي عندي غيكونوا اكثر في هذا الاتجاه ديال لي برودوي كوزميتيك. كنتمنى ما يكونش زعما شي مشكل عندكم ولا شي حاجه. لا لا لا، خذ راحتك. الله يحفظك. السؤال الاول عندي اخويا هو واش في البارتي اللي دويتي على مثلا انك تلعب على اللي مثلا بغيتي تبين مراه بيضاء ومراه مثلا بلاك ولا شي حاجه بحال هكا، واش دويتي يعني على الكرياتيفز والفيديوهات ديال الادز او لا؟ كيفاش البلان بالضبط؟ اوكي هذا السؤال الاول. السؤال الثاني جاوبوا عليه ودوز للسؤال الثاني. دغيا كنسى يلا سير اللي قبل. سير على الله. واخا يلا سير. دويت على الكرياتيف، والكرياتيف تحاول دير فيه دوك دير فيه الناس اللي بوتونسيالمون غيشريو عندك. يعني البرودوي ديالك كانت غتكونسوميه مرا بلوند ومرا برونيت ومرا نوار، انتغريهم في الكرياتيف، لانه فيسبوك غتعاونو انه يبدا يوصل للناس. وهادي بتجربه لقينا ان واحد الوقت لقينا ان الكرياتيف ديالنا ملي درناه فوكس العيالات اللي مثلا كانوا فوكس غير على العيالات اللي هما تقريبا بلقات، كان اغلب العيالات اللي جابهم لينا قراب لذاك اللون، يعني يا اما بلقا يا اما داك اللون شويه قريب لهذا الشيء. وانا موراها ملي انتغرينا وبداو كيبانوا لينا انهم بداو كيجيونا بزاف لي الناس، بزاف ديال لي فام بلاك مثلا او كذا وكذا. وهاد المساله بتجربه، يعني علاش؟ لانه فيسبوك يقدر يستيمي داك الماشين ديالو فاش كتكون كدير ريكوجنيشن ديال الايميج ولا الفيديو، كتكون كتقرا ليماج ولا الفيديو اللي فيه الادز، كتقدر تكابتي هاد المسائل هادو، كتقدر تفهم تعرف الوجه كي داير، الكولور ديالو، لاج ديالو من الوجه، تيستيبي لاج مثلا راه من ما بين 29 حتى 39 29 40، تقدر دير هاد ليستيماسيون هادي. دونك انت علاش غدير راسك الا ما قدر الا ما انتغريتيش؟ علاش غتمنع راسك من انك توصل لعدد ديال الناس اخرين اترافير واحد الكوست رخيص؟ لانك غتعاون فيسبوك انه يلقى لك دوك الناس بلا ما تارجيتيهم، بلا ما دير تارجيت انه بلاك وومن ولا شي لعيبه بحال هكا. ملي كنقولوا بلاك وومن راه ما كنحاولوش نقصوا منهم، راه غير كنشيروا للكولور وصافي، غير لا ضروري غير باش ما يفهموناش اوكي، غير باش ما نتفهموش غلط وصافي. فوالا، هذا السؤال الاولاني، سيردوز للسؤال الثاني. واخا اخويا، السؤال الثاني صراحه هو المهم. شنو النصيحه ديالك اخويا من خلال كاع هاد الديسكوسيون اللي بدات من الاول، لشي حد عنده واحد البرودوي اونيك، سي لا بروميير فوا اللي غادي يكون زعما اللي غادي يدخل للمغرب، فهمتيني؟ يعني بحال مثلا نقدر نقول لك باللي واحد الشخص هو الوحيد اللي يقدر يكون تيبيعو في المغرب. اوكي جود. واخا هاد البرودوي يونيك حتى في الاستعمال ديالو، يعني حتى ما كانش بحالو قبل، كيحل نفس المشكل اولا كيدير نفس الفيلينغ، كيدوز نفس الفيلينغ. كيحل، كاينين دي برودوي اللي فحالو تيحلو نفس المشكل ولكن هو بطريقه اخرى وبطريقه اسرع فعال اكثر.
صافي راه ماشي يونيك من حيث انه كيحل شي مشكل ما كيحلو حتى واحد، اون دونك فات راه غير كيحل نفس يونيك المشكل، اسمح لي كيحل نفس المشكل اقاطعك، بطريقة اخرى. سير هو يونيك من ناحية الكونستركسيون ديالو ومن ناحية ليفيكاسيتي ديالو. اوكي جود، انت راك جاوبتي راسك هنا المسألة. شنو قلنا يونيك هنا من حيث اش؟ من حيث انه باش كيفاش مصايب، ومن من حيث تكومينيكي هاد جوج حوايج، تكومينيكي باش مصايب كيفاش مصايب وعلاش هادشي مفيد للناس كذا، تكومينيكي الفعالية ديالو بشي طريقة في الأرض تبينها، سواء تبينها هضرة أو تبينها إيماج عطا الله باش كيبان، تبينها كيف عطا الله باش الطرق باش تبان، أو وتشوف أشنو لا فالور ديال هادوك الناس اللي كيستعملوا هاد البرودوي، أشنو كيبغيو تأسوسياو معاه؟ واش كيبغيو تأسوسياو مع لا كلارتي؟ كيبغيو تأسوسياو مع الفريشنس؟ شوف انت على حساب البرودوي كيفاش كيتستعمل، انا ما عارفش البرودوي بالضبط، دونك هذا كتشوف انت داك البرودوي معياش كيتاسوسيا، وتقدر تبدا خدام على ديك على هذيك الفيلينغ، يبدا يكون ديما يكون في كاع لي فيديو، في كاع لي زيماج، حتى في لي كولور ديال لي زيماج يكون يبان فيهم، كيتاسوسيا مع لا في، يكون فيتال ولا كذا، تقدر دير فيه لي كولور ديال لا في كذا، وانت وهذا حتى الميوزيك ديال لا في شي حاجه فيتال، سواء في ميوزيك سواء في الفيلينغ ديال الفيديو كيفاش كيتحس، هاد المسائل هذا كامله كتقدر ديرها في، دونك هنا فين كتكون الخدمه على البرودوي كيفاش تقراه وتقرا الاودينس ديالك كيفاش كتبغي سواء هي كيفاش كتبغي او كيفاش انت بغيتيها تشوفه من هنا لقدام، ماشي بالضروره هي تكون كيفاش كتبغي، تقدر انت توريها شنو تبغي، واخا غتبان بيجوراتي في هذه الجمله هذه، ولكن راه هادشي اللي كاين. فهمتك اخي. دونك نمشيو على نفس الاستراتيجيه اللي قلتي في الاول، يعني واخا سي تان برودوي اللي فحال هكا زعما نقدروا او ديبي تمشي بالبيرفورمانس ماركتينغ، يعني نفس الاستراتيجيه اللي كنتي قلتي في الاول، سي با لا بيرفورمانس ماركتينغ، ولكن لا لا ما غتبداش براندين، لا لا انت في الديبار دابا ما غتبداش براندين، ما يمكنش، حيت راه ماشي بقات في المشكل في البرودوي، بقات في جيبك، حنا كندويو دابا خلي البرودوي جنب، كندويو انت والكاش فلو اللي عندك، واش قادر تبقى تصرف عليه وما يدخل لك والو، فهمتك. دونك فوالا هذا هو، الا جاوبتي على هذا السؤال راك عرفتي لا استراتيجيه اللي غادي دير. فهمتك، واضح، الباقي مفهوم اخويا. صافي الله يسر. الله يسر، شكرا بزاف الاخوان. الله يود اخويا، مرحبا مرحبا سي بدر، مرحبا. السلام عليكم سي ايوب. السلام عليكم. السلام عليكم سي اسامه سي سفيان. مرحبا بخير اخويا ايوب، بخير صافي الحمد لله. شكرا بزاف اخويا سفيان على لي زانفورماسيون اللي بارطاجيتي، داكشي كان زوين، شكرا اخي اسامه. بغيت غير نسول سفيان في كونسيرنون البراندين، زعما غير من واحده من لي ميثود اللي كنخدم فيهم بالبراندين، وبغيت ناخذ الراي ديالو، زعما واش زعما مزيانه دير تكمل فيها ولا نتبع هذا الشيء اللي كان كيشرح هو في الاولى. اخي سفيان غير كان براندي غير ستور، راك عارف كنهضر على بدا على الدروب شيبين ماشي على الكاشون ديليفري، كان براندي غير ستور، الايتيمز ما كيكونوش ديالي، كنبقى كنبقى نحاول نبراندي غير المهم لا كرياسيون خلاص ديال الويب سايت كتكون مزيانه بالسوشيال ميديا ديالها، بينتريست انستغرام فيسبوك، كنبقى نجيب الترافيك حتى كيبان لي شي برودوي مزيان، حتى كيبان لي شي برودوي مزيان وفيه الضو، عاد كنمشي كنحاول نقلب على المانيفاكتور واش تلقاه في علي بابا ولا، فهمتي؟ في الاول كنخدم دي زايتم اللي ديال دي مارك اخرين، هادشي اللي بغيت نقول زعما واش مزيانه هذه في البراندين كانطلاقه ولا لا. اوكي جود، غنحاول نصحح معك شي نقاط او ديك الساعه نبنيو ديك الساعه صافي. واخا فاش قلتي لي براندي هنا قصدتي انك كتحاول فاش كتقول براندي كتحاول دير واحد الشارت جرافيك في لو سيت يبان، تبان عند واحد ليماج كلين، ياك هادشي اللي قصدتي؟ اكزاكتومون اكزاكتومون، وفي نيتش وحده ماشي جينيرا، كتكون في نيتش وحده واضحه واضحه، ما يمكنش دير البراندين في شيرين في جينيرا. اكزاكتومون، ما يمكنش دير براندين جينيرال الا لكتي امازون. فوالا فوالا، هاد الحاله هادي انت هنا باقي ما كتلقاش داك اللي كيتسمى البروداكت ماركت فيت، يعني ديك الفيت ما بين الماركت والبرودوي ديالك، صون انت كتحاول دير واحد
كدير المينيموم ديال البراندين اللي هو الديزاين واللوغو وكذا وتكليني ستور ديالك ويداوت بلا ما تاسوسي ستور ديالك مع شي فالور مع شي حاجه حتى كتلقى البرودوي نيت اللي كيتباع. اكزاكتو سي جود جود. وملي تجي تلقى داك البرودوي ركز في الديبار ديالو على البرفورمانس ماركت، يعني تجيب اكبر عدد ديال الناس اللي غيشريو ودير واحد الفيديو صغير اللي لانه الناس يعرفوك تلقاها ريتش ولا تلقاها براند اويرنس. هادشي اللي درت اخي سفيان اكزاكتومون مع واحد البرودوي خدام انا على واحد النيتش المهم عندها علاقه بالوومنز. في الاول كنخدم غير على 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 على, على الشوبينغ ادس وعلى فيسبوك. ابخي فاش كنلقى شي برودوي بدا كيتباع مزيان عاد كنمشي نخدم مع الميكرو انفلونسرز في انستغرام. فهمتي غير بداك البرودوي وكنعطيها اللينك زعما بغيت زعما زعما الفيجن هي كنقول من بعد فاش يولي الترافيك بزاف ويولي داكشي مستابيليزي مزيان تقدر اي برودوي يبان لك مزيان هذيك الساعه تمشي تقلب على المانيفاكتور عاد دوز لو فري براندين باش كياخذ الفلوس. وكما قلتي في الاول الحاجه اللي عجبتني في الاول اللي قلتي وهي فريمون اللي مهمه هي انه خصك في الاول تحاول تجيب واحد لي كليون اللي يشريو عندك لو برودوي ديالك باش يكون عندك بيجي باش تقدر تصرف على هادشي. اي وي بصح راح يجي لا بديتي كتصرف على البرودوي غير باش يتعرف وانت ما كتبيع ما كتشري راه ما كتدخل والو راه كتخرج. وفي في الفينال راك غتلقى راسك انك سال الكاش عندك وانت غتجلس للدصه تعاود من الديبار بدا تقلب على دونك المساله اللي قلتي انك كدير ستور كتحاول تردو كلين اون شارت غرافيك هكذا. ملي كتلقى داك البرودوي عندي نصيحه واحده هو انك حاول ديفلوبي البيج ديال البروداكت ديالو تحاول تاسوسي فيها واحد لا فالور تشرح البرودوي اكثر تشرحو اكثر فاش كندوي لا فالور كتكون في الهيدر في الهيدر ديال بحال شي لاندين بيج غتردو بحال شي لاندين بيج. لاندين بيج كتقول ستوري كتقول ها شكون حنا ها شكون حنا كتقدر تدوي ما كتبقاش تدوي على البرودوي كتولي تدوي على البراند ها شكون حنا البراند ديالك ها شكون حنا اشنو كنديرو ها شكون حنا شنو كنديرو ودوز للبرودوي ديالك تبدا توسع فيه شويه تحاول تفكر فيه تولي تريفليشي فيه شويه اشنو كيدير اشنو كيحل المشاكل اللي كيحل الفيلينغز اللي كيدوز للناس ملي كيستعملوه ولا كذا وكذا تزيد ديفلوبي فيه ما تخليش غير فوالا فوالا ما تخليش ستور ستاتيك هادي تبدا تقول اشنو السؤال اللي غتسول راسك من بعد ما هذاك اشنو غيستافد الكليون ديالي من الكليون ديالي من البرودوي ديالي. ما تفكرش في دوي على البرودوي اكثر ما دوي على الكونسوماتور ديالك. فهمتك لحقاش داك الكونسوماتور هو اللي كيلعب الدور الرئيسي في هاد لاشين هادي لحقاش الا ما كانش هو ما غتكملش ديك عمليه البيع. لا خصو يشوف راسو في البرودوي واخا تقول لي راه كيحل هذا المشكل الا ما شافش راسو فيه ما غيستعمل انا شحال من برودوي كيحل المشكل اللي عندي. فوالا انا نعطيك مثال بسيط نعطيك مثال بسيط الرويح الرويح لي بارفان كلهم كيحلوا مشكل واحد شنو هو انك ما تبقاش ريحتك كتعطعب فهمتيني فوالا ولكن راه لا فالور اللي غتزيد هي ديك ها باش مصايب ها الفيلينغ اللي كتعطي هاد الريحه هادي كذا كذا فوالا فهمتيني. الاخر كيبدا يتخيل راسو انه هادي راه قريبه للبيرسوناليتي ديالي كذا كتليها له مع شي حاجه جو بونس كتسمى ترايجر وقيله غير هو ديك لاسوسياسيون مع الفالور كتحاول تبنيها بشي ستوري فهمتيني بشي طريقه حاول ديرها وتبينها حتى في لي زاتس ديالك. من بعد ديك الساعه لي زاتس ديالك غتولي لي زاتس ديالك في ديك الحاله كتبيع البرودوي او ميم طون كتبيع داك البروبوزيشن فاليو اللي كدير في الهيدر ديال لو سيت ديالك في الديبار ديال لو سيت في الهيرو ديال لو سيت ديالك باش كتقول لهم ها شكون حنا واشنو كنديرو كتحاول تبينها وسط الكرياتيف ديالك وسط الكرياتيف وسط البرودوي وسط الكرياتيف ديالك اللي كتطلق في الادس سواء في فيسبوك او في غيره. خا جوجل شوبين ما كتمنحش لك هذا المزيد. لا جوجل جوجل شوبين لا فيسبوك وي جوجل شوبين ما كت جوجل شوبين كتضمن لك البيع ما كتضمنش لك انك غير البيع فوالا ما كتضمنش لك انك اسوسي ستوري لانك دير غير ايماج ديال البرودوي غير ايماج هي اللي كتكون تما. فيسبوك هو اللي كيعطي لا بوسيبيليتي انك تقدر تبين الكرياتيف. دونك هادشي علاش قلت قبيله كل شانيل عندها ديفرنت فهمتيني ديفرنت ميساج وديفرنت اوبجيكتيف. فاش غندوي دابا على جوجل شوبين ما تقدرش تبراندي فيها غتقدر غير دير فيها سميتو غير تبيع فيها اكزاكتومون
مي فيسبوك تقدر تبراندي فيها، تقدر دير دي ميساج ديال البراندين وتبيع وديرهم في البرودوي ديالك. فهمتك، شكرا بزاف اخي سفيان، الله شكرا يودي اخي خويا، الله اسامه. ياخذ دير، الله يودي خويا. مرحبا مرحبا زيوم، بارك الله فيك. مرحبا رازي رازي رانس الدراري، واللي عنده شي كيسيون ما قدش يطلع يخلي لي في بريفي نقولها لسي سفيان. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لسي سفيان نصر الله، تبارك الله عليك اخويا، تبارك الله عليك سي اسامه. مرحبا انا نصر الله، فين ما لونس شي كيو اي في الانستغرام ضروري نعطيه نويت، ضروري جو سؤال ولا ضروري يا كنز كلوش. تبارك الله عليك اخويا. مرحبا خويا، مرحبا بك. انا عندي ثلاثه ديال لي كيسيون، الاولين خفاف، الثالث على حساب يقدر يبغي شويه الوقت. انا بغيت نسول اشنو هو الوقت بيرفكت اللي تقدر تطلق فيه الكومبين ديالك؟ صراحه ما كاينش شي وقت بيرفكت ديال تطلق فيه الكومبين ديالك. اللي كيقول لك تطلقها مع 12 الليل ولا هادشي، ما كاينش شي وقت بيرفكت. على حسب تا اش من كومبين غتطلق بعدا. في الاصل ما كاينش شي وقت بيرفكت، فهمتيني؟ هذيك 12 الليل، وحده ديال الصباح، ربعه ديال الصباح، هذه غير دونك غير تمقليع ديال لي ديبيوتون، فهمتي؟ باش نكونوا كلير، هذا تمقليع ديال لي ديبيوتون وصافي. ما كاينش شي وقت اكزاكت. تلقى كومبين ديالك وخليها تسرح سيمانه ديالها تتشوف المبيعات ديالك. فوالا فوالا. انا ديجا كنت سمعت شي هضره ان خصك تلقى مع 12. انا كنت وقت ما وجدت كنتلقى 11 10 2، وقت ما وجدت ليا كندير شويه كنسمع لا راه الوقت باش تجمع ليك الداتا كذا خصك تلقى مع 12 الليل، وليت كنديرها. مي بقات الريزلت ميم، يعني ما تغير حتى شي حاجه، ما غيتغير والو. حتى تجمع لك الداتا راه غتجمعها في اي وقت. اخوان اسمح لي انا قطعت. انا كنت واحد المره، هادي شي يومين ولا 3 ايام، كنت واحد الكومبين طلقات لي مع شي 10، وفاش مشيت لغد ليه، فاش رجعت لقيتها سباندات ليا شي 30 دولار وما جابت لي حتى شي حاجه. فيسبوك سباند هذيك الفلوس دغيا، وما عطاني حتى شي ريزلت. الفلوس ديال النهار كامل سباندات ساعتين. اسمح لي اسمح لي وي برال، عافاك الا كان بوسيبل غير تنجاوبوا لي كيسيون ديال ديابي وندوزو لك. مرحبا، كمل اخويا ديابي. بون، السؤال الثاني خاي سفيان هو مثلا تيست، بغيت نتيستي واحد البرودوي شحال من نهار باش نعرف البرودوي واش خدام ولا ما خدامش. اوكي جود اوكي جود. المساله هنا راجعه لجوج حوايج، هو المارشي اللي كتبيع فيه والبرودوي اللي كتبيع. انا نعطيك باغ، انا البرودوي. لا بلا ما تقولي برودوي، انا غنجيك غير باش تفهم الديتاي، باش انت تولي تفكر راسك في المساله تلقى الحل. البرودوي الا كان لا ديسيزيون باش تخاد، لا ديسيزيون باش تخاد ترا ديابي. ديابي حيد المايك غير تيسالي سفيان الريبونس ديالو. اوكي الا كانت لا ديسيزيون باش يشري برودوي طويله، هذه تابعه لجوج، تابعه سواء يكون البرودوي غالي او البرودوي ريسكي كيبغي ياخذ فيه لا ديسيز، كياخذ فيه وقته، انه كاين ندير الزالتيرناتيف اخرين. هذا فهاد لوكا، هذه تقدر تخليها سيمانه وتشوف. مي راه فيسبوك غيجيب لك في النهار الاولاني الثاني الثالث، ولكن هذاك الكورس ديال 3 ايام الاولى راه ماشي هو اللي غتقيس عليه بانه هو اللي غيبقى يجيب لك به، انه الكورس غيبدا يطلع مع الوقت. المساله الثانيه هي واش كتبيع في شي دوله عندها الاستعمال ديال الايفون كثير. الا كان الاستعمال ديال الايفون كثير غير خليها 72 ساعه. علاش؟ لانه كاين واحد ديلي ديال الريبورتين ديال الداتا، راه ما غيبانش لك فيسبوك، ولكن راه غيبان لك في السطور. في كاع الحالات راه غيبان لك في السطور، غيبانوا لك المبيعات في السطور. سو انت الا بانوا لك المبيعات جاو في السطور طحن. دونك غالبا الوقت هو انا اللي كنصح به هو 3 ايام، هذا هو المينيموم. ولكن الا كان برودوي او ثاني
البرايس ديالو طالع بزاف، كاينين دي برودوي ديال 1000 دولار وهكا، هذيك راه حاجه اخرى، هذاك راه ما محتاج سيمانه، راه محتاج 28 يوم وهي القليله والفوق، محتاج 28 يوم ديال انه الناس كيبدا يطلع ليه الادس ويشوفوا كذا وكذا، انك تحتاج ايدوكي، تحتاج يولفك، تحتاج بزاف ديال الحوايج، ماشي غير تحتاج يجي غيجي غي ياخذ لا ديسيزيون ويشري. فوالا دونك خصو واخد على حساب كيف ما قلتي لو بري ديال لو برودوي، على حساب يعني البرودوي كيفاش داير، واش يحتاج وقت ولا لا. انا صراحه درت واحد لو تيست ديال واحد لو برودوي غير اليوم، حتى ديك الاربع تلاشيه ولا خمسه تلاشيه. دابا ملي كنفتح البيزنس ماناجر كنلقاه انا جايب لي تقريبا واحد 8 ديال لي كوموند في ب 0.75 65 يعني في ظرف 4 ديال السوايع تقريبا ولا ساعتين ونص باش تطلق هاك كل الاس. وما عرفتش واش نوقفوا حتى نبدا لا برودكسيون ديال لو برودوي من واحد 3 جو ولا 4 جو، ولا نخليه واحد 48 ساعه باش نعرف اكزاكت واش هاد لي كوموند غادي يبقاو بهذه الطريقه غادي يجيو ولا غادي يتغير شي حاجه. واخا باش تكون وقف له وقف المايك لحدك باش نقدر ندوي حيت كتسمع ليا. اوكي جود. باش نكون معك صريح من الديبار، داك الكوست اللي كتجيب راه ما غيبقاش لمده طويله، كون هاني. المساله ديال انك تخليه ولا ما تخليش، قادر تبرودوي واش البرودوي غير ماشي البرودكسيون قادر تجيبه، ولا كنتي غتبرودوي ما عرفتش هذا البرودوي غياخذ البرودكسيون ديالو غتاخذ نهار ولا يومين، الا كانت غتاخذ نهار ولا يومين راه خليهم وعيط للناس ودخل انتيغري ديك الوقت اللي غادي تعطل في الشيبين، كيلاش تخلي تضيع توقفو وتجي تدخل المارشي المره الجايه، تدخل الماركت تدخل البيدين في الماركت لواحد واحد البرايس تلقاه ماشي هو هذاك، ما تلقاش ديك 0.6 ما عمرك تبقى تلقاها، خليها استفد منها ربح يومين ديالك ودي من هاني تعرف الكوست اللي غيوصل ليه واحد الوقيته حتى لاش غيبدا يطلع، ومن هنا تربحتي واحد العدد ديال لي كونسوماتور في الديبار مزيانين. اوكي خويا سفيان، لي ميساج ديالك وصلني، شكرا بزاف على لي زانفو. شكرا الله يودي الله يودي الله يودي الانستا راه شي دابا تدخل انستغرام وتلونس كي يو اي راه لونس ليك سؤال اخويا ديك متاكد منها حيت بغيت نعرف، فهمتي بغيت نفهم صراحه بغيت نعرف شنو واقع. مرحبا بك مرحبا بك اخو. بون نخليو الاخوان اللي عندهم شي سؤال ولا شي حاجه. شكرا بزاف اسامه، شكرا سفيان وليلى سعيد. مرحبا بك بليزير اخويا. برال تفضل اخويا. لا انا كنت باغي نعطي الراي ديالي على ديك القضيه اللي قال على الوقت ديال تطلق الكومبين، حيت احسن وقت هو تطلق الواحد مع 12 د الليل باش ما تسباندرش الفلوس ديالك، حيت ملي كتطلق مثلا انا طلقت انا مع 10 رجعت لقيت سباندات لي 30 دولار وما جبتيش شي ريزلتا، فهمتيني؟ هادي غير راي ديالي للدراري باش واخا انا نجاوبك. واخا انا نجاوبك. اوكي جود. راه فيسبوك راه ما كيضمنش لك الريزولتا اصلا، راه يقدر يسبيندي البيوجي ديالك وغتحط تبداها مع 12 د الصباح 12 د الليل، راه غير سبيندي ما كيضامنهاش لك، راه فاش غتشوف فيسبوك راه غيقولها لك انا ما ضامنش لك لي ريزولتا، راه شحال مره كيقولها لك، يعني تقدر هو كيدير المجهود ديالو. جيتي في الوقت فاش كانوا الناس غير دابا شنو اللي غتقدر تكون فهمتي دابا انت وانه سبيند لك البيوجي، ولكن راه الريزولتا اللي غتخرج به هو ان الناس ديالي ما كانوش مكونيكتين في داك الوقت او ما خداوش لا ديسيزيون في داك الوقت فقط. اما انه راه داك البيوجي ديالي صافي تصرف ليا من هذه دونك الوقت هو 12 الليل، راه ما يمكنش تجينيراليزي هذه القاعده بسبب لوكا ديالك، ان لوكا ديالك نقدروا نخرجوا منها بزاف ديال الحوايج. لي كليون ديالي ما داخلينش في داك الوقت، لا كليون ديالي شافت الات ديالي وباقي ما خداتش لا ديسيزيون، فوالا تقدر تاخذ تقدر تكون لا ديسيزيون كتخاد على يومين ثلاث ايام في البرودوي ديالك، خلاها خلى البرودوي دارو السيف وبقى باقي ما شافوش باقي ما رجعش لي، دونك فوالا. حيت عاد زيد البروبليم ديال الداتا ديال ريبورتين ديال الداتا، هذه من هاد الناحيه. واخا البروبليم ديال ريبورتين ديال الداتا ما عندناش في المغرب، ما عندكش في المغرب بزاف، لانه المستعملين ديال الاي او اس باقين نسبه قليله مقارنه بصحاب الاندرويد، ولكن اللي كاين هو انه راه ما يمكنش تخرج هذيك كونكلوزيون بوحدها من هذيك الحاجه اللي درتي. الحاجه اللي درتي عندها بلوزير كونكلوزيون،
باش تعرف شكون هي فيهم لي فالابل، راه خصك دير واحد التيست كبير وكيتعاود، يعني تقدر تفاليدي ليا مره وجوج وثلاثه واربعه في بلوزيور نيش، عاد نقدر نقول لك وي متفق انا وياك، وممكن لك جينيراليزي القاعده ديك الساعه على خاطرك. وين فهم؟ شكرا اخوي على الله يا ودي، مرحبا بك. الله يا ودي، مرحبا بك. مرحبا اخويا نصر الله. عندي واحد الكيستيون هنا في البريفي، قال لك في الاداكونت كنلقى 4 ديال الكليكس، ولكن في شوبيفاي كنلقى 26 كليك. جاتني من فيسبوك، علما هذا الشيء واقع في نفس النهار. هادشي اللي قلت لك، راه كاين الكليكس. راه شوف المشكل دابا ديال المساله ديال الداتا، غيلقى يقدر يلقاها في اي حاجه اور بلاتفورم، يعني خارج فيسبوك، فتي الكرياتيف وكليك على الكرياتيف غادي لو سيت ديالك، اي حاجه اور بلاتفورم اور فيسبوك راه كتقدر يجي فيها المشكل ديال الريبورتين، يعني من الكليكس الاد تو كارت الانيشيت تشيك اوت حتى المبيعات، هادو كاملين يقدر يكون فيهم مشكل انهم يكون عندهم ديلاي ديال الريبورتين. اولا مساله اخرى هو شوف البيكسل ديالك واش مقاد مزيان، تيستي الايفنتس ديالك، تيستي راه كيتيستا الايفنت ديالك، راه كان موعد وقيل موعد مؤخرا بين كيفاش تيستي الايفنت، راه ساهله فوالا. دونك هذا مكان، يعني كاين واحد كيسيون خويا سفيان، هي سكيلين في جينيرا ستور واش نفس البيكسل؟ الا كانت راه نفس البيكسل، هي ستور واحد دير يس في جينيرال ستور عادي نفس البيكسل، علاش غيدير دو؟ يقدر يدير دو ولكن يدير واحد غير باك اب وصافي، يعني غير باك اب باش كتبقى فيه الداتا وكا و ضرب لي داك ضرب لي داك البيزنس مانجر كيبقى لي ضرب لي داك الاد اكاونت كتبقى ليه كيبقى لي بيكسل في اد اكاونت واحد اخر، يبقى لي بيكسل مجموعه فيه الداتا، يقدر ينيسي يبدا منين كان وقف بلا ما يعاود ما ديبار، يبدا يجمع في الاودينس ديال، يبدا يجمع في الداتا. كاين واحد الكيسيون هنايا، هي اش اسمح لي سام، هاو تو تراك ديتا افتر اي او اس ابديت. اوكي، الكيسيون دي زوينه صراحه، جود جود جود، زوينه بزاف، انا نجاوب عليها واخا. فوالا، اي او اس الابديت ديال اي او اس عندها جوج ديال لي زامباكت، عندها لامباكت على التراكين وعندها لامباكت على الاوبتيميزاسيون. الامباكت على التراكين تقدر تحلو ب اولا سواء كنتي كتخدم ناسيونال انترناسيونال، راه غتخدم جوجل جوجل اناليتيكس، التراكين ديالو مزيان غيعاونك انك تشوف فوق 7 ايام بعدا، وغتشوف منين، وغدير اليو تي امز كيتسموا اليو تي امز، غتعرف اش من كومبين بالضبط كتجيب لك المبيعات، لانه لا غتاخذ لا ديسيزيون على الا كنتي غتشوف غير فيسبوك وحده، تاخذ على داكشي اللي كيتريبورت عليك وتقدر تفيد ديك الكومبين اللي كتجيب لك اصلا غير لانه ما طلعتش الداتا ديالها كامله. دونك اللهم دير اليو تي امز كيتسموا، بنادم الناس يقلبوا على اليو تي ام، يو تي ام راه واحد السكريبت كتقدر تصايبو، كيكون مورا اليو ار ال ديال البرودوي ديالك باش كتراكي بيه اش من كومبين كيدار، سواء تقدر تصايبو في فيسبوك او تقدر ديرو في جوجل اناليتيكس، بجوج كتعرف بيه اش من كومبين اللي جاب لك المبيعات. ولكن كاين مشكل واحد اللي باقي ما ليش الحل، دونك تراكي تلقى ليه الحل سواء جوجل اناليتيكس، كنتي خدام في الانترناسيونال تقدر دير تريبل ويل ولا اليفار اليفار ولا تريبل ويل، راه مزيانه حتى هي. لكن الحاجه اللي مالهاش الحل لحد الان هو الاوبتيميزاسيون، لانه هو لو تراكيتي الداتا فيسبوك ما قادرش ياسوسي ديك تراكيتيها انت عندك، فيسبوك ما كيعرفهاش تراكيتيها في الاناليتيكس، فيسبوك راه ما عرفش واش ديك الداتا، ما قادرش ياسوسيها مع الاي دي ديال هذاك السيد اللي دار لاشا، دونك ما قادرش يستعمل ديك لاشا في الاوبتيميزاسيون فيتشر، وهذا هو المشكل الكبير اللي كاين عند فيسبوك دابا. الا كان كمان لك الناس اللي كانوا كيستعملوا فيسبوك قبل وشافوا قبل من بعد الابديت ديال الاي او اس 14 15،
راه غينتابهو لا الديتاي هذا، غينتابهو انه راه لوبتيميزاسيون، ولو لانه غيبان لهم حتى اللوكا لايكس ما بقاوش بيرفورمون كيف ما كانوا بسبب هذه المساله، لانه ما بقاش قادر. واخا ترا كاين انت في جوجل اناليتيكس، ما قدرش فيسبوك ياسوسي داك ديك لاشا داك الاي دي ديال داك السيد اللي دارها، شكون هو عنده في فيسبوك، باش يعاودي يشوف الفيتشرز ديالو، السمات ديال داك الشخص او السمات ديال دوك الناس اللي ما تتراكاوش ليه، ويستعملهم في الكومبين فيوتشر. فوالا هادشي اللي كان. فوالا واحد الكيسيون ثاني، يا كاين شي حل باش نجيبو الداتا واخا غير شويه اكيوريت من فيسبوك ادز؟ اكيوريت من اش من ناحيه؟ اكيوريت داتا راه غتجي راه فيسبوك كيعطيك داكشي على حسب لا بروبابيليتي ديالو، يعني انت. وباش نحاولوا نتفاداو واحد المساله، هو انه كل ما ضيقتي على فيسبوك غينضحك في البرايس، انه كل ما زيرتي غينضحك في البرايس. اللهم خلي لي فيني يلعب، كتسمى هذه المساله هذه كتسمى ما بين لي زيكسبير كتسمى الاودينس ليكويديتي، خلي لي فيني يقدر اوبتيميزي، ما تضيقوش بزاف فوق القياس. بحال الاودينس ليكويديتي شوفها بحال ليكويديتي ديال الماني ديال الفلوس، كل ما خليتي عندك فلوس فاش تلعب ما كتزيرش، حتى هو ما تزيروش باش ما يقصحكش. يعني حاول دير التارجيت وما تقولش داك التارجيت سبيسيفيك بزاف، ديرو سبيسيفيك ديال هذا بحال جاك داك السيد اللي باغي تشري باغي تحطو الفيسبوك انه فلان كذا كذا اللي كيهتم كذا، حاول دير شويه لارج، دير لي زانتيري لارج شويه او لعبه برود كاع لي زانتيري شويه لارج كبار، وخلي ليه هو فين يلعب، خلي ليه الاودي، خلي ليه هذيك الاودينس ليكويديتي، انه الا ما خليتيهاش ليه لا ماشين غتبقى تدور في بلاصتها ما غتلقاش لك في داك الشيء، لا بروبابيليتي ما غتلقاش لك، او غديفيوزي لك الادس للناس وما غيديروش لاشا، ما غتلقاش فين تلعب، غيولي عندها. لهذا هي براسها ولات جابراك دير ديك التارجت اكسبانشن اللي كيستعمل فيسبوك راه غيعرفها، التارجت اكسبانشن ولات مانداتوري ولات اجباريه. علاش؟ لانها ما بغاتكش تخلي تولي تضيقها، لان ما عندهاش، لان لي زودونس ديال فيسبوك اصلا بداو كيتقلصوا بسبب المشكل ديال الاي او اس، لان ما بقاتش كتقدر اسوسي لاشا مع دونك اسوسي لاشا مع الاي دي ديال الناس اللي شراو. سو حاول تخلي ليها فين تلعب باش ما تقصحكش في البراي، ما تقصحكش في الكوست. فوالا هذا ما كان. كانت قبيله واحد الاخت هنا سميتها ايمان، كانت صيفطات ريكويست ديال انها تطلع، ولكن ما عرفتش واش وركت عليها بالغلط وحيدتها. الا كانت معنا مازال الله يحفظها، تصيفط لينا صيفط الريكويست، راه غير داز بالغلط. السلام عليكم شيماء. السلام عليكم خاي سفيان، كيفتي؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، كديره بخير؟ الحمد لله سوبر بيان. اسامه ميرسي حيت جبتي لنا سفيان. مرحبا مرحبا، بارك الله فيك شيماء، مرحبا. شكرا. كان عندي واحد لا كيسيون بارابور ديناميك كرياتيف، واش كتنصح ان في لا بيريود دو تيست تخدم بهم، حيت وشنو هو الامباكت ديالو؟ اوكي جود. من الحوايج اللي ما كنصحش بهم هو دير ديناميك كرياتيف في التيست، حاول خليها سي بي او وديرها عاديه، دير كرياتيف عادي وخليها عاديه، لانها حاجه وحده انت في الفاز دو تيست غادي ما عارفش البرودوي واش غيخدم وكذا، الديناميك كرياتيف كتاخذ الفلوس بزاف، كتستهلك لانها كتيستي بزاف ديال لي فاريابل، كتبقى كتيستي الهيدلاينز وكتيستي واحد لي كومبينيزون بزاف، دونك كدي فلوس كثر. من الاحسن تخدم داك الانستينك ديال الماركتين ديال الماركتر اللي عندك، وتطلقها سي بي او وتخلي اطلقها سي بي او اي بي او، ماشي ما كتلعبش مشكل، خصوصا في المغرب ما لعبش مشكل كبير، وتيستي، لانه انت ما محتاجش تصرف فوق القياس، فوق الا كنتي قادر تقيدي غير شويه فيسبوك بلانستينكت ديال الماركتر اللي عندك، وتعرف شنو هو الفاريابل اللي غيتيستا، تكون حاول مونو فاريابل واحد ولا جوج فقط، واحد من الاحسن باش كتعرف شنو كتيستي من الاحسن، والا غتخلي لي دوك لي كومبينيزون يبقى يلعب فيهم
which is expensive بزاف على وغياخد وقت بزاف ومحتاج بيوجي. دابا الاولى محتاج جوج حوايج، الا كان البيوجي ما غتحتاجش الوقت لانه كاين مصرف قادر يكون لك الداتا دغيا، ما كاينش بيوجي غتحتاج الوقت هذاك لانه كتيستي دي فاريابل بزاف. هذا ما كان، وشوف الا كان شي سؤال اخر مرحبا بك. شكرا شكرا على لا ريبونس اخي سفيان. اكزاكتومون، انا زعما جامي استعملتها، مي دائما كنشوفها كنقول اكواسير وقريت عليها بزاف، ولكن زعما كديني اكواسير انا نساغيان تستعملها، سي بور سا سقسيت زعما تكون شي انفو ما عنديش انا. مي شكرا سفيان، هادشي اللي كاين. مرحبا بك شيماء، مرحبا بك، مرحبا بك شيماء. مرحبا خويا سفيان، عندي واحد another question. Is TikTok a good alternative؟ على سؤال شحال زوين. تيك توك ماشي good alternative ديال فيسبوك، جوج حوايج. السبب الاولاني وي سي بي ام رخيص، كلشي رخيص، ولكن راه واخا سي بي ام ولي زامبريسيون رخاص، الادز ديالك كيتسكروا على دغيا، مما يعني انه راه ولو واخا انه شيب ما كيتقاسش، ما كيتكليكاش فوق القياس بحال فيسبوك، لانه كاينه فورما وحده في فيسبوك، فورما وحده في تيك توك ديال الادز اللي هي داك الفيديو اللي كتعرفوا اللي هي كتبدا تسكرولي بحال الريلز، اللي داير بحال الريلز ولا فوالا. المساله التاليه هو انه لانه في فورما وحده ديال اللي فيديو وكيتسكرولاو بزاف، كطيح في الادفاتيك دغيا وكيبدا يطلع الكوست. سو الكرياتيف ديالك خصك ديما تانجيكتي دي كرياتيف جداد، لدرجه اننا ولينا انجيكتيو دي كرياتيف لدرجه واحد كل 4 ايام مثلا نقدروا انجيكتيو باش غير يبدا يطلع الكوست في هذا، الاخر نخليه خدام، وهذه which is exhausting بزاف فوق القياس كيما الرد. علاش؟ لانه ما يمكنش لك تبقى انت انجيكتيف لي كرياتيف بهذا الروتاسيون هذه، انه خصك الاستوديو ديالك بوحدو، وخصك تبقى كل مره تجينيري دي زيدي وكذا وتدوي على البرودوي ديالك، او تجيب انفلونسور دي زانفلونسور اخرين، ودي زانفلونسور ما غيبغيوش يمشيو بهذا الروتاسيون براسها، لان شويه سريعه فوق القياس، وهذا كيخلي سميتو كيخلي تيك توك ماشي الترناتيف مزيان، ولكن تقدر ديرو في جنبك، يعني ماشي بديل ولكن تقدر ديرو في جنبك كباك اب يعاونك شويه وصافي. اوكي غنزيد شوف غنزيد وي سمحوا لي، راه سديت الرايز هاند باش ديجا دابا راه ساعه ونص. غنزيد اخر كويشن عندي هنا، عطينا دي شيفر كومباراتيف اونتر لي بلاتفورم فيسبوك ادز، تيك توك، سناب شات، جوجل ادز، و سولون لا ريجيون اور ماروك. كيفاش؟ ما يمكنش تعطي هاد المساله هادي كاع، لانه ستاتستيك بهذه الطريقه هادي كتكون ديبوندون النيتش و لي كونسوماتور، يعني الا كان شي برودوي ما يمكنش لك دير هاد المساله. الميتريكس كيكونوا ديبوندون النيتش، لاندستري. حتى فيسبوك الا كتعطيك اجونس غتمشي تشوف اللي عنده اجونس وكيطلعوا ليه الداتا، كيعطيو ديك الداتا ديال كيعطيو الداتا ديال الاندستري، انهم الميم اودينس والميم برودوي. ما يمكنش لك تعطيك الداتا ديال المغرب ولي ريجيون ولي بلاتفورم كاملين، ما يمكنش. راه بحال كتقارن التفاح مع البنان، راه ما يمكنش. اكزاكتلي دونك فوالا، وصلنا لا فان. سي سفيان تبارك الله عليك، شكرا بزاف على البارطاج. شكرا للدراري اللي في الاودينس اللي كانوا معنا من الاول حتى الاخر، شكرا بزاف. نتمنى تكونوا استفدتوا مع سفيان. ما تنساش فولو سفيان في الانستغرام هاي ديالو هنايا، في الكلاب هاوس راه كيشري تبارك الله كونتنت اللي زوين وشويه يونيك في المغرب. سي سفيان تبارك الله عليك.